تاريخ الصيد ما كان يعني الصيد ضعيف كان الأول. اليوم الحمد لله متوفر كل حاجة، العدة الصيد يعني القرقور، يعني الحاجات اللي تبيه حق الصيد، الليخ، يعني كله موجود اليوم، ما كان من أول متوفرة هالشكل. الصيد كان يعني كان الصيد يصيدون كان الكنعد، يعني كنعد بالشبك اللياخة يعني، والحاجات يعني متعبة، ما كان الفلد متوفر ولا حاجة، كان يودونه من هنا من جزيرة ذا المكان، ما كان فيه فلد ولا فيه مصنع فلد ولا فيه حاجة. الجمعية خدمت الدكير والتورنان والحبال والكل حاجة اللي أنت صيادة بيه من موجودة. البيع والشراء والله بالنسبة للبيع الجمعية تشتري في سعر محدد، يعني مقاولات، يعني هذه مشتركة في شركة وتأخذ من عند الصياد، فالصياد تحطي يعني نسبة غير البيع السمك، فالصياد تحطي نسبة يعني. تاريخ الصيد قديم، يعني من سوة الجزيرة، من سوة الأهل الجزيرة استووا في الجزيرة كانوا هم صيادين، عيشتهم على الله والبحر والصيد، بس جت فترة الله يرحم زايد ويغفر له إن شاء الله، هو اللي عمر الجزيرة وطورها وأسس الجمعية، المنتجات الصيد يسوقونها عن طريق الجمعية، هي تشتري من الصياد وهي تصرف فيه على توديه على الشركات.